السلام عليكم يا فنانين، اهلا بكم. انا مصطفى جلال. هنتعلم النهارده طريقه بري القلم الصحيحه للرسم. القلم الرصاص بيتبري بالكتر مش بالبرايه، وهنعرف ليه دلوقتي. بس قبل ما نبدا بفكركم تنزلوا تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس ولايك وكومنت على الفيديو. وقبل ده كله يا ريت تصلوا على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نبدا. بسم الله. هنبدأ بالبراية الأول يا فنانين. وغلط إننا نبري القلم بالبراية، لأن السن بتاع القلم بيكون مدبب، والبراية بتهدر جزء كبير جدا من الرصاص، فبالتالي القلم بيخلص بسرعة، والبراية بتخلينا نضغط على القلم أكتر وما نخافش إن السن يتكسر، وده غلط، وهنعرف ليه قدام في الفيديو إن شاء الله. القلم المبري بالبراية ما بيديناش مساحة ظل كبيرة زي ما احنا شايفين قدامنا. ثانيا بقى يا فنانين، هنبدأ بالطريقة الصحيحة اللي نبري بها القلم، وهو القطر. وهنعرف دلوقتي مميزات البري بالقطر، وان القطر بيسمح لنا اننا نمسك القلم بالطريقة الصحيحة للرسم، وهو بنمسك القلم من النص وما بنضغطش على القلم، ولما نحتاج نغمق بنغمق بدرجة أغمق عشان ندي للورقة مساحة إنها تتقبل طبقات من الرصاص. وكمان هنقدر نظلل مساحات كبيرة بالقلم الرصاص اللي مبري بالقطر. وكمان لو غلطنا في حاجة وعاوزين نمسحها نقدر نمسحها بكل سهولة بالأستيكة، ومش هتسيب أي علامة على الورقة، زي ما هنشوف دلوقتي في التجربة اللي هنعملها، إننا نمسح الظل اللي عملناه بالقلم المبري بالقطر والظل اللي عملناه بالقلم المبري بالبراية. اتمسح بكل سهولة وما سابش اي اثر على الورقة. اما الظل بتاع القلم المبري بالبراية ساب اثر بسيط على الورقة، فبالتالي الطريقة دي غلط، والطريقة التانية هي اللي صح، القطر. دلوقتي هنعرف ازاي نبري القلم بالقطر. تابعوا معانا. مش هنبري كأننا بنقطع القلم، ده غلط. الطريقة الصحيحة هنبري بجنب القطر بميل يعني، وهنشيل طبقة طبقة من الخشب لحد ما يظهر الرصاص. زي ما احنا شايفين بنشيل طبقة طبقة. دلوقتي بعد ما بنينا القلم بالقطر يا فنانين، هنجرب تجربة بسيطة للتظليل. هندي طبقة خفيفة بالقلم اللي بريناه وكان درجته 2B، وبعدين هنجيب درجة أغمق منه بدرجة 6B، وهنضيف طبقة أخرى، وهكذا لحد ما نوصل للدرجة المطلوبة في التظليل.
وبكده يا فنانين نكون خلصنا الفيديو. ما تنسوش تدعموني باشتراك في القناة وتكتبوا لي رأيكم بكومنت ولايك على الفيديو. وفي آخر الفيديو ما تنسوش تصلوا على الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.